السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع أليسون موقع ممتاز جدا، بتلاقي فيه كورسات ومنظمة بشكل حلو قوي. في حاجات خاصة مثلا بالهيلث 600 كورس، في 900 كورس خاصة بالاي تي، اللغات 253 كورس، والبيزنس أكثر من 1300 كورس، مانجمنت في تكنيكال، في حاجات كتيرة جدا تقدر تقول له بوبولار كورس. تشوف أكتر الكورسات اللي الناس بتقبل عليها، وفي مثلا دبلومة بتلاقي منها كله، الكورسات والدبلومة وكل حاجة بتبقى مجاني، لكن الشهادة نفسها بفلوس. يعني طول ما انت عايز تتعلم اتعلم، مفيش اي مشكلة خالص، محدش بيقول لك ادفع فلوس، لكن بعد ما تخلص يقول لك والله انت لو عايز تشتري الشهادة دي دي فلوس. انا مثلا خلصت كذا كورس وقلت له مثلا الاسم اهو، كتبت الاسم وقلت له انا عايز اشوف الشهادات، فقال لي انت خلصت كورس خاص بالارتفيشال انتليجنت والماشين ليرنينج بزنس، وخلصت كورس في الكلاود كمبيوتر، وخلصت كورس في فيجوال اند جرافيك ديزاين. طيب لو عايز اخد الشهاده ديت، بيقول لي لو انت عايزها ديجيتال سيرتيفيكيشن ب $23، تمام، في حاجات تانية ب $10، في حاجات وهكذا. اي كورس انت بتعمل سيرش عليه بتختاره، وهتلاقي هنا مثلا لو جيت هنا هتلاقي كورسات كتيره جدا. تقدر مثلا تقول له انا عايز كورس او دبلومه، بتاخد المنهج كامل بتاع الدبلومه مجاني، تمام. مثلا دوت هتقول ستارت ليرنينج، هيبدا تشوف الشرح، بيبقى فيه حاجات مكتوبه وفي فيديوهات، وكل مرحله لازم يكون فيه امتحان تعديه عشان تاخد الدرس اللي بعديه، في كذا مديول، وبعد كده بتلاقي فيه امتحان. الامتحان لازم تسمع المحاضرات كلها عشان تعرف تدخل الامتحان، تمام. وهنا انت يقول لك النسبه بتاعه الكورس تخلصت دي، تمام. تبدا بقى تسمع الكورس وتبدا ان انت تحل الامتحانات عشان تبقى مؤهل ان انت تاخد الشهاده. لو مش عايز تاخد الشهاده ما فيهاش اي مشكله خالص، تمام. بالتوفيق. من ضمن الحاجات المحترمه اللي ممكن تتعلم منها بسهوله، وفي طبعا ممكن تحمل التطبيق بحيث يبقى سهل عليك سواء اندرويد او ايفون.